الكاراتيه المصري حقق 4 ميداليات منهم 2 ذهب في بطولة الألعاب العالمية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ده طبعاً إنجاز كبير جداً، وكمان بيأكد إن الرياضة المصرية بتجني ثمار حالة تجهيز وإعداد اللاعبين لمختلف المنافسات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر، بنرحب بالكابتن حسام عنجور نائب رئيس اتحاد الكاراتيه. في البداية يا فندم مبروك طبعاً، وشفت أداء الأبطال المصريين في بطولة الكاراتيه، هل كنت متوقع هذا الأداء والفوز وتحقيق الميداليات؟ مبروك لمصر كلها، مبروك لينا وليكم. الصراحة الكاراتيه المصري في الفترة اللي فاتت هو يعني متصدر الكاراتيه العالمي بشكل كبير. الحمد لله احنا في الرانك العالمي والدولي احنا الاتحاد رقم 1 على مستوى العالم، يمكن قبل اليابان. كنا مع اليابان في بطولة العالم اللي فاتت رقم 2، يعني احنا كنا المركز الثاني بعد اليابان. فالحمد لله الكاراتيه المصري دايما رفع اسم مصر عالي، وكان متوقع فعلا ان يبقى في ميداليات ذهبيه وفضيه زي ما احنا جبناها، لانه الاولاد اللي موجودين دلوقتي واللي مثلوا مصر هم فعلا ابطال عالم وعلى مستوى عالي جدا ولهم رانك دولي متقدم جدا. أكيد عايزين نعرف من حضرتك إيه الدعم اللي اتحاد الكاراتيه قدمه للعيبة خلال البطولة؟ إحنا الدعم متوالي، يعني هو مش خلال البطولة بس، إحنا على طول الحمد لله عاملين معسكرات مستديمة، جايبين جهاز فني على مستوى على أعلى مستوى، المدربين بتوعنا ومدير المدير الفني بتاعنا حد خبرة عالية وعالمية ودولية، رئيس الجهاز بتاعنا دكتور مراد عاصم حد متميز جدا. الدعم مستمر، يصحبه بقى دعم وزاره الشباب والرياضه اللي ما تاخرش عندنا في حاجه خالص. اكيد. اللجنه الاولمبيه المصريه على طول برضه بتدعمنا بشكل جيد جدا. فالحمد لله الاستمراريه في التخطيط وفي التدريب وفي الدعم بتأدي للنتائج اللي حضرتك شفتيها. يعني بكده نقدر نقول ان الرياضه المصريه بتجني الان ثمار حاله تجهيز واعداد اللاعبين لمختلف المنافسات. ده فعلا كلمة مظبوطة، لأنه التجهيز والتخطيط والتدريب مستمر بشكل كويس وعلى مستوى علمي، وده اللي بيؤدي للنتائج الحمد لله، نتائج مشرفة في الفترة الأخيرة الحمد لله. مبروك مرة تانية، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكابتن حسام عنجور نائب رئيس اتحاد الكاراتيه.